فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. نعم، أهل الجاهلية كانوا يطوفون يسعون بين الصفا والمروة، لكن كان عليهما صنمان إساف ونائلة، فكانوا يعظمون هذين الصنمين ويسعون بين الصفا والمروة. والسعي أصله مشروع، وهو والصفا والمروة من شعائر الله، ولكن كانوا ينوون بذلك مع نية السعي والتعبد بالسعي، ينوون مع ذلك تعظيم هذين الصنمين. فلما جاء الإسلام كره بعض المسلمين السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان تعظمهما الجاهلية، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذا مشروع، وهو من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام السعي بين الصفا والمروة، ولا يضرهما أنه عرض لهما وضع هذين الصنمين ثم أزيل والحمد لله، فبقي مشعرين نقيين ممن شعائر الله عز وجل، فالمحذور زال وبقي المشروع والحمد لله. ولهذا قال: فلا جناح، يعني لا حرج عليه، كما يتحرج بعض المسلمين من ذلك.